يمكن قبل الفاصل حضرتك كنت بتتكلمي عن آليات عمل تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، وأنه بتتقدموا بأوراق عمل في مختلف القضايا اللي بتهم المجتمع، ويمكن أهم حاجة فكرة الرؤية الشبابية المختلفة، لأن ده كان ما ينقص بالفعل الشارع المصري بشكل كبير. لكن المواطن البسيط معني أكتر بما ينفذ على أرض الواقع، اللي لمسه، اللي شايفه قدام عينه. عايز أعرف من حضرتك خلينا نقول إيه الجهود اللي يمكن حس بيها المواطن بشكل فعلي في الشارع. وفي نقطة كمان مهمة جدا عايز أسألك عليها، هو التواصل والتوعية الإعلامية، إن كان عن طريق السوشيال ميديا أو الصحافة أو ما إلى ذلك. أنا زي ما كنت بتكلم من شوية، فكرة إن في تلاحم ما بين المواطن المصري وما بين أعضاء التنسيق، لأن إحنا موجودين. يعني أنا مثلا من محافظة أسيوط، هتلاقي اللي هو التنوع الجغرافي موجود زي ما في تنوع ايديولوجي داخل التنسيقيه. فالمشاكل والهموم والقضايا اللي بتمس المواطن بتبقى هي الاساس الرئيسي اللي احنا بنشتغل عليه. ده بيكون من خلال الدراسات اللي احنا بنشتغل عليها، من خلال ان احنا بنضع قدام عينينا التحديات وبنبدا نعملها زي جلسات، وبنخرج منها بتوصيات ونتائج بترفع ببساطة، ممكن تتحول معايا لقانون يأثر في حياة المواطن من خلال زملائنا في المجلسين، الشيوخ والنواب. فده دايما باستمرار، في عملية مستمرة. كمان التلاحم بان احنا بنبقى موجودين مع المواطن في الأزمات. يعني تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين في سواء حادث قطار سوهاج او حادث قطار طوخ، يعني انا كنت في لجنة الإدارة المحلية، انتقلت انا وزملائي للمصابين في الحادث للاطمئنان عليهم، وكمان لو في اي حاجة كانت ناقصاهم من مستلزمات طبية او رعاية او ان هم ينتقلوا لمستشفيات اكبر. ولقينا فعلا الحمد لله ان الناس كانت مبسوطة بوجودنا وان احنا بنطمن عليهم وبنلمس ده. كمان زملائنا السادة النواب اتحركوا مباشرة، السادة النواب الشيوخ في حادثة قطار سوهاج لأسر الضحايا. دايما بيبقى في عملية تواصل سواء في الأزمات أو في الشأن المجمل. الأدوات الرقابية اللي بيتقدم بيها السادة النواب دي كلها بتخدم مصلحة المواطن، سواء كان طلبات الإحاطة أو طلبات المناقشة. اكيد انا كنت بسالك لان انا عارفه كمان ان انتوا ليكوا دور ميداني بالظبط، فعشان كده كنت حابه ان احنا نوضحه للساده المشاهدين. احنا من ضمن الحاجات اللي اشتغلنا برضو فيها في فتره كورونا كان اللي هو التواصل مع الاشخاص اللي كانوا بيعملوا في مجموعه العمل الغير منتظمه، لان مع الجائحه وتوقف العمل ده كان بيأثر. فكنا بنوفر ده برضو من خلال مساعدات عينيه بتوصل لاهالينا في كل المحافظات. يمكن كمان الدور المهم اللي احنا بنوصل بيه اللي هو السوشيال ميديا والشباب، لان دايما كل واحد فينا بيقدر يقعد بسرعه على فيسبوك، انستجرام، يوتيوب، بيشوف. عمليه التوعيه اللي احنا كنا بنوصل بيها للمواطن ازاي تقدر تحمي نفسك على سبيل المثال واسرتك من ان هو يبقى في اصابه. كمان احنا يمكن عايزه اقول ان في اداره المجموعه داخل التنسيقيه ان احنا كل العمل داخل التنسيقيه عمل تطوعي من مجموعة الشباب. ففكرة حتى الإعلام أو التنظيم أو شغلنا داخل التنسيقية في المنتديات أو سابقا في اللجان، كل ده بيدار من خلالنا. يعني احنا عندنا في المركز الإعلامي على سبيل المثال اللي حضراتكم بتشوفوا البيانات والأخبار وتغطية للزيارات، ده كل الموجودين فيه مجموعة من الصحفيين اللي شغالين أصلا في مواقع إخبارية شغالين معنا بصورة تطوعية. صحيح. يمكن كمان من الحاجات اللي احنا بنتفق عليها جوه التنسيقية في فكره مثلا الحوار الوطني، وان احنا فعلا بنصمم يعني اعلان السيد الرئيس للحوار الوطني، ان كمان التنسيقيه دايما بتضع ضوابط. يعني احنا في موضوع الحوار الوطني واضعين ضوابط محدده في اي اوراق او اي حاجه احنا هنشتغل فيها. لان الكلمات الوطنيه اتكلمت عن المحاور اللي احنا حددت المحاور اللي بيشارك فيها، سواء المحور الاقتصادي او الاجتماعي او المحور السياسي. فاحنا حطينا الضوابط ان ما ينفعش يبقى في مقترح مخالف للدستور او القانون. فكرة وجود بنود تنظيمية بشكل عام بتسهل عمله وتنظمه بشكل أكبر. بالضبط.